ايه قصة إليكسي نافالني المعارض الروسي اللي أصبح حديث العالم؟ نافالني كان محامي وناشط سياسي روسي، شهرته بدأت من سنة 2009، معارض عنيف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بينتقده انتقاد لاذع نتيجة الفساد المستشري في روسيا. نافالني في 2011 قال إن روسيا قد تواجه بعد 5 سنوات ثورة وتمرد شامل على غرار الربيع العربي. نافالني أصبح الزعيم غير الرسمي لحزب التحالف الشعبي، اللي طبعا لم يتم تسجيله رسميا تحت التأسيس. ترشح رسميا في انتخابات عمدة موسكو اللي كانت في 2013. أبرز مرشح في المعارضة الروسية أليكسي نافالي أدلى بصوته اليوم في الانتخابات البلدية في العاصمة موسكو، وكان نافالي قد دعا الناخبين إلى التصويت له لكسر هيمنة الرئيس فلاديمير بوتين. رجل قانون وخطيب يتمتع بحضور قوي وناشط في مكافحة الفساد. اتهم أليكسي نافالني أو نافالي، هي بتتنطق بالاثنين يعني، بالتخطيط لسرقة 16 مليون روبل من شركة أخشاب مملوكة للدولة أثناء عمله كمستشار لحاكم منطقة كيروف سنة 2009. وفي 18 يوليو اتحكم عليه بالسجن 5 سنوات مع دفع غرامة 500,000 روبل روسي. حكم بالسجن 5 سنوات على المعارض الروسي البارز إليكسي نافالني. القضية دي اللي اتهم فيها إليكسي نافالني أثارت حكم على أبرز معارض روسي بالسجن 5 سنوات في قضية اختلاس. ليه الحكم؟ عشان تشكيك في ذمته المالية، عشان ما يترشحش. قد يؤدي لاستبعاد أحد أشد منتقد الرئيس عن الساحة السياسية. وحكم القاضي النزيه سيرجي بلينوف على نافالني بالسجن 5 سنوات نظرا لفداحة الجريمة وللخطر الذي يمثله على المجتمع. طبعا تسديد غرامة من 500,000 روبل 12,000 يورو. تم اقتياد المعارض موثوق اليدين من قاعة المحكمة في كيروف التي تبعد 900 كيلومتر شرق موسكو. نافالني 37 سنة، أب لطفلين، يحاكم من 17 إبريل واتهم أنه نظم في 2009 عملية اختلاس في مشروع استثماري في غابات منطقة كيروفليس في وقت كان مستشار لحاكم المنطقة الليبرالي. وقال القاضي عند تلاوة الحكم زي القاضي العسكري كده اللي حكم على الضباط امبارح، اللي أنا جبته لك امبارح يعني، أن ذنبه أثبت بالكامل. ليس هناك أي دليل يثبت أقوال نافالني بأنه ملاحق قضائيا لأسباب سياسية. ضحكة شريرة يا طارق، عايزين الضحكة الشريرة المتقطعة دي خليها عندك، دي لازم تبحث عنها، ما ينفعش مش عادية، شريرة متقطعة. قال لك لم يثبت أي حاجة. امبارح القاضي بتاع اللي حكم على الضباط اللي اتهموا بالانقلاب على السيسي قال لك مفيش اي دليل ولا مستند ولا احراز ولا فلوس، لكن وقر في يقيننا انهم فجر. القاضي ده برضو قالك مفيش اي حاجة تثبت انه اكاذيبه ومزاعمه انه ملاحق سياسي. قضية دي اللي اتهم فيها نافالني اثارت ردود فعل كبيرة جدا داخل روسيا وخارجها، لدرجة ان ميخائيل جورباتشوف، فاكرينه اخر زعيم الاتحاد السوفيتي، قال ساعتها ان استخدام القضاء في الخلاف ضد خصوم سياسيين غير مقبول، وقال أن مجمل القضية لمؤاخذة تؤكد مع الأسف أنه ما عندناش قضاء مستقل في روسيا. في 20 أغسطس 2020 نافالني كان مسافر بطيارة من سيبيريا لموسكو، وفجأة فقد وعيه واضطرت الطيارة للهبوط، ونقل نافالني للمستشفى ووضع على جهاز تنفس اصطناعي. ساعتها قالت المتحدثة باسمه انه تعرض للتسمم. ده فيديو من داخل الطيارة بيظهر فيه صوت نافالني بعد تعرضه للتسمم بالغاز. مخابرات روسية بقى وكده وانت فاهم. في 21 أغسطس 2020 أطباء المستشفى سمحوا بنقل نافالني بطيارة لألمانيا
للعلاج، وتم نقله بسيارة إسعاف من المستشفى للمطار. حالته مستقرة لكنها حرجة، وخرجت أنجيلا ميركل وقتها بنفسها أكدت نقل نافالني إلى برلين، وإن الفحص أكد إنه تعرض لمحاولة تسميم. Wir haben Sie darüber ja am Nachmittag schon schriftlich informiert. Es sind bestürzende Informationen über den versuchten Giftmord an einem der führenden Oppositionellen Russlands. Und daher ist es mir wichtig, dazu auch noch einmal vor Ihnen Stellung zu nehmen. Herr Nawalny ist seit dem 22. August hier in Berlin in Behandlung. Aus humanitären Gründen und auf Wunsch seiner Familie haben wir seine Verlegung nach Deutschland ermöglicht. Die Charité hat spezialisierte Toxikologen der Bundeswehr mit der Untersuchung verschiedener Proben von Herrn Nawalny beauftragt. Nun hat das Speziallabor der Bundeswehr einen klaren Befund geliefert. Alexej Nawalny wurde Opfer eines Angriffs mit einem chemischen Nervenkampfstoff der Nowitschok-Gruppe. Dieses Gift lässt sich zweifelsfrei in den Proben nachweisen. موجود السم بشكل قاطع. ميركل أدانت وقتها محاولة تسميم معارض الروسي الشهير، واتهمت روسيا بشكل غير مباشر بمحاولة إسكات وقتل المعارض الروسي. Damit ist sicher, Alexej Nawalny ist Opfer eines Verbrechens. Sollte zum Schweigen gebracht werden, und ich verurteile das auch im Namen der ganzen Bundesregierung auf das Allerschärfste. Ich möchte auch diese Gelegenheit nutzen, Alexej Nawalny mein Mitgefühl auszusprechen. Und auch seiner Familie, die Schweres durchmacht. Ich hoffe und wünsche, dass von diesem Anschlag genesen kann. Der russische Botschafter wurde am Nachmittag im Auswärtigen Amt über die Untersuchungsergebnisse unterrichtet. Wir erwarten, dass die russische Regierung sich zu diesem Vorgang erklärt. Es stellen sich jetzt sehr schwerwiegende Fragen, die nur die russische Regierung beantworten kann und beantworten muss. Das Schicksal Alexej Nawalnys hat weltweite Aufmerksamkeit erlangt. Die Welt wird طبعا ميركل على الهامش، انتوا عارفين خلاص راحله بارادتها، يعني رفضت انها تكمل، خلاص شافت ان هي ادت مهمتها وستترك الكرسي. قلت لكم ليه رئيس الوزراء المرقب بالتركي، حكينا الحكايه، ارجعوا لها لو عايزين. تعافى نافالني، منظومة الطبية الألمانية هي الأعلى في العالم، استطاع الأطباء كبار الأطباء المتخصصين في السموم علاجه، ودي كانت تصريحاته وقتها. This is absolutely terrifying. I don't know if terrifying is a good word. I think it's a pretty good word. Yes, but well, I understand how system work in Russia. I understand that that Putin hates me, and I understand that these people who are sitting in the Kremlin, they are ready to kill. Is it your contention that Vladimir Putin must have been aware of this? Of course, 100%. It could have not been happened without direct order of Putin, because it's well, it's big scale. ممكن تشيل بوتين من الجمل اللي قالها إليكسي نافالني دي، وتحط محمد بن سلمان مع خاشقجي. قالت له هل انت تتخيل انه بوتين ليه؟ قال لها 100%، انا عارف النظام في روسيا ماشي ازاي، زي ما العالم كله عارف النظام في السعوديه ماشي ازاي. فيعني لا يمكن تنزع الحكايه ويقول لك اصل من غير معرفته. معرفته ايه يا ابني؟ ده السيستم اصلا مش ما يقومش، ما يبقاش في سيستم لو كل حاجه مش معرفه بوتين او معرفه محمد بن سلمان. لا 100%، ده عمليه كبيره، عملية كبيرة، يمكن بوتين 100% بوتين شريك في الحكاية، 100% زي 100% محمد بن سلمان شريك في الحكاية. المهم دي كانت ملحوظة على الهامش. بعد شفاء نافالني قرر العودة لروسيا. طيب قوي الحقيقة، بعد كل الجمل اللي قالها طبعا، يعني دي كانت لحظة وصول المعارض الروسي إليكسي نافالني إلى روسيا.
something. It's so beautiful. بعد دقائق من وصول نافالني إلى المطار تم اعتقاله وإلقاء القبض عليه في المطار أمام الكاميرات رغم الضمانات اللي كان واخدها إنه ما اعتقلش على ذمة القضية اللي تم تأكيدها أو تأكيد الحكم سنة 2017 القضية اللي كنا بنتكلم عنها لكن تم اعتقاله ودي كانت لقطات الاعتقال. بوتينسكي دوارец это гораздо больше чем то что мы Все очень просто. Вы отказываетесь от проследования? Нет, он не отказывается. Он хочет проследовать вместе с адвокатом, который у него есть. Я считаю, что в противном случае он будет применена физическая сила и спасительство. Не надо, давайте просто припустите моего адвоката. Значит, смотрите, вы его задерживаете, все документы у меня. Вы слышите меня? Документы у меня, которые вам тоже нужны. Постановление суда, постановление ФСИНа, все заявления. Ваших же интересов меня пропустить с ним вместе. Потому что ФСИН говорит одно, у нас есть решение суда по этому поводу. Почему не хотите пропустить? Спросите у старшего какого-то адвоката, тем всем будет проще. Я что, он не может пройти сюда? Ну, вы через пограничный контроль, но все остальные прошли. Но он адвокат, он специальный статус. Все работают. Прошли. Вот сотрудники полиции уже стоят. Все прошли, что у него есть специальный статус. Поэтому все равно меня пригласите, я в отсутствие адвоката, почему говорить не буду. Значит, везде пишешь о том, что требуешь меня. Я пока здесь. В каком статусе, Алексей? الحكم كان اتحكم عليه لم يستطع بوتين تنفيذه ساعتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قالت إنه لم يحظى بمحاكمة عادلة فتأخر تنفيذ الحكم 2017 تأكد الحكم اعتقل لتنفيذ هذا الحكم تقريبا نافالني كان عامل حسابه وكان مجهز فيديو على جنب في لحظة اعتقاله قلنا لكم حتى في قضية ريجيني وفي قضايا كتير في عناوين كتيرة قلنا لكم بدون عنوان ان في ناس مجهزة فيديوهات وطلعت فيديوهات عن نظام المجرم في مصر اتحدث تمس ناس كتير وبتاع وكل شيء بأوان يحدث هذا كثيرا يعني قلت لك تحديدا لما في قضية ريجيني قلت لك ان هؤلاء على فكرة ايطاليا حصلت تطورات اليومين اللي فاتوا في قضية ريجيني تاني بتجدد وقالت ان الاتحاد الاوروبي سيناقش قضية ريجيني في اول اجتماع وده تطور مهم جدا ترامب كان غلق كل المحابس يا جماعة حماية لانجس من اعتلى الحكم في مصر المهم فقلت لك ان الضباط بتوع امن الدوله والبتاع المتهمين اللي بتطالب ايطاليا في واحد او اتنين منهم مأمنين نفسيهم عشان عارفين العصابه ممكن تغدر بيهم. نافالني كان بيفكر نفس التفكير اللي هو التفكير البسيط جدا كان مجهز فيديو وهو راجع انت عارف مره سمموه فيعني قال لك هيقبضوا عليا لو حصل له حاجه ينشر. فبعد القبض عليه أم فريقه حد قريب منه حد تابعه نشر فيديو على اليوتيوب كان مجهزه نافالي عن فساد بوتين ما زعوش قبل كده بعنوان قصر البوتين تاريخ أكبر رشوة
ده كان عنوان الفيديو. فيديو لحد قبل بداية الحلقة وصلت مشاهداته لسبعين مليون مشاهدة. سبعين مليون مشاهدة، اكيد الرقم زاد دلوقتي خلال الحلقة. ده مقطع من الفيديو يتحدث عن واحد من قصور بوتين. حقيقة مفيش تسمية ممكن نسمي بيها القصر اكتر من قصر، هو يعني مهما عظم في النهاية قصر. انت عايز تقول قصر مهيب، قصر فخيم. واحد من قصور بوتين واكثرها سرية في روسيا. هذا الفيديو تم اذاعته فور القبض او بعد ساعات يعني من القبض على نافالني. واضح ان ده كان ترتيبه. Путинский дворец – это гораздо больше, чем то, что мы видели и представляем себе. Представляем вам самый секретный дворец в России – дворец Путина под Геленджиком. Вот он, прямо перед вами. Это самый большой частный жилой дом в России. Его официальная подтвержденная площадь по документам – 17,5 тысяч квадратных метров. Его даже особо не с чем сравнивать. Самые роскошные дома на Рублевке в несколько раз меньше. Это новый Версаль или новый Зимний дворец. По-настоящему царское место. 17691 метр мураба. Аллахум, да каср Версаль гдит. 17690 متر مربع. الفيديو احتوى ايضا على بعض محتويات القصر اللي قدرت قيمته بحوالي 1.4 مليار دولار. ده مش ده قصر من قصور بوتين. طبعا نافالني كان في الفيديو بيسخر من البذخ الظاهر جدا في تصميمه. 1.4 مليار، يعني يا جماعة يعني انت بتتكلم في حوالي اكتر من 20 مليار جنيه. 20,000 مليون، 20,000 مليون، فاهم؟ يعني مليون ده المليون، 20,000 مليون قيمة القصر ده. But with 11 bedrooms, 2 spas, a hockey rink, a church, Navalny's team claims the property is worth around $1.4 billion. But with 11 bedrooms, 2 spas, a hockey rink, a church, Navalny's team claims the property is worth around $1.4 billion. شفت الإيمان؟ ما انساش الكنيسة بوتين، ما انساش الكنيسة، مهم جدا الإيمان في أكتر لحظات السرقة بده. تخيل أنت دولة زي روسيا، عشان تعرف بس الحكاية ماشية ازاي. هذا القصر، دي اول فيديو لهذا القصر. شعب دولة روسيا حد شاف اي حاجة على القصر ده. مؤسسة نافالني قالت انها حصلت على تلك اللقطات من خلال تصوير القصر بطائرة دون طيار. من اجل هذا منعت الطيارة بدون طيار في مصر، عشان تعرف ان عندنا ناس واعية ومفتحة وخبرات ما تعديش النمل. الطيارة اللي من غير طيار دي قضية أمن دولة، اللي جابها الواد أبو الواد العبيط خالد صلاح في البتاع، وجاب الطيارة في متذكر الطيارة دي جريمة بالظبط زي ما تكون شايل صورة السيسي وانت حاطط قدامها مسدس مثلا. اتصورت بطيارة من دون طيار، وكان هناك انضمت بالإضافة للتصوير شهادات من عمال البناء اللي عملوا في هذا القصر. With some eccentric interiors, a hookah lounge, for instance, with what Navalny's team claims is a dancing pole. Navalny mocking what he describes as the Russian president's over-the-top taste. We can't even imagine why you would need a pole on this stage. Maybe it's for a giant Christmas tree or a giant shawarma. الحكومة الروسية عملت ايه؟ زي ما حضرتك عارف طبعا، خرجت ونفت كل الادعاءات دي، وقالت لك دي اتهامات واهنة، مفيش وجود للقصر من اساسه. فرق بين الحكومة الروسية والحكومة المصرية جملة واحدة بس، ان ما قالت لكش الاخوان عملوه فوتوشوب، يعني بس هي دي الجملة اللي كانت ناقصة في روسيا تفرقها عن مصر. عن هذا الفيديو انفجرت الدنيا في روسيا. الناس بتبقى، ما انت ما بتبقاش عارف ربنا يعني امتى اللحظة ولا ازاي ولا امتى خالص. شوف بوتين عمل كتير وقليل، يعني ما يجيش حاجة في ظل جرام.
انفجرت المظاهرات التي ما تزال مشتعلة حتى اللحظة، مظاهرات انتشرت في أكثر من 60 مدينة روسية. أوعدنا يا رب. انتشرت انتشار نار في العشيم 60 مدينة روسية. ان شاء الله اللي يكون اضافة عندنا في التظاهرات والمظاهرات اللي ربنا هيكتبها لمصر، ان الناس تطلع على القصور تزورها زيارة السياح، تحتضنها احتضان الابن الابوه، الام البنتها كده، تحضن العفش وكده احتضان كبير جدا. هنا ما قدروش يعملوا كده ليه؟ هتسأل الروس ليه؟ لأن القصر في حتة صعبة جدا، إنما قصرنا الحمد لله في حتة أسهل، الوصول ليها أسهل بإذن الله بإذن الله. ما تكرهش أضغاث أحلام. الطيارة اللي بتطير دي كانت حلم عند عباس بن فرناس.